تعودنا إليكم بعد الفاصل، وانضم إلينا أخي وحبيبي الباشمهندس الشيخ عبد الوهاب محمد. أهلا وسهلا باشمهندس، ربنا يوفقك، حياكم الله وبياكم. باشمهندس عبد الوهاب بيشرفنا في ثاني إطلالة له على التوالي على شاشة قناة الرحمة، وذلك لتميزه حيث استمتعنا بأسلوبه العذب في الحلقة الماضية حيث تكلمنا عن الالتزام وسبيل السعادة، والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم مع الشيخ عبد الوهاب عن سر ابتعاد الشباب عن القرآن. ولكن اسمحوا لي أيضا أن أجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب صاحب الصوت العذب الجميل محمد حسن. أنا أستاذ محمد، حياكم الله وإياكم. شيخ عبد الوهاب، يعني بلا شك الكل الآن يعني يرى أن هناك حرب على ثوابت الدين وحرب على ثوابت الإسلام، وهناك أيضا يعني إلى أن يعني وصل الأمر تطور البعض على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى القرآن الكريم. إيه دور الشباب تجاه هذه الحرب وهذه الحرب على ثوابت الدين في كل ليلة نسمعها على مرأة ومسمع من الجميع؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو كل شاب بيواجه في حياته مشكلتين رئيسيتين، مشكلة الشهوات ومشكلة الشبهات. فدي شيء أساسي هو هيقابل كل شاب، مسألة الشبهات دي هيفضل يواجهها إيه طول حياته كده في طريقه للالتزام. فيعني علاج الشهوات القرب إلى الله سبحانه وتعالى والطاعات والأعمال الإيمانية والعبادات وما إلى ذلك، وعلاج الشبهات العلم بالله تبارك وتعالى والعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني علاج الشبهات اللي الشباب بتقابلها والسماع اللي هم بيسمعوه سواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن، إنهم يبتلوا يتعلموا الدين خطوة خطوة كده. يبدأ يتعلم عقيدته، بعد كده يبدأ يتعلم الفقه، يبدأ يتعلم فقه العبادات، يبدأ يتعلم يعني كيف وصلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ يتعلم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو هو متعلم حد شاف يتحكى عليه ساعتها، لما حد يجي يطرح عليه شبهه ليها علاقه بالعقيده، ليها علاقه بالقران، ليها علاقه بكذا، لا ده انا عارف مين هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، انا عارف مين هو ربنا سبحانه وتعالى، عارف مين الذي انزل القران، مين الذي تكلم بالقران. لما يجي حد يطرح عليه شبهه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده انا عارف معنى الحديث دي، وعارف ما هو بعض الشباب لما يجي حد يطعن في حاجه من الحديث يبقى مش عارف معناه او مش عارف وصل لنا ازاي، لا ده انا عارف القران وصل لنا ازاي وعارف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلت لنا ازاي ومتعلم، حد شاف يضحك عليه ساعتها. صحيح. طيب انت شايف النهارده الشباب، كتير من الشباب للاسف ابتعدوا عن القران، بالعكس يمكن بيدوا اهتمام اصلا للجانب الدنيوي، وان كنا ده طبعا لا شك الاسلام حثنا على تعلم طبعا الجانب الدنيوي، ولكن ليه كتير من الشباب ابتعدوا ابتعاد نهائي عن القران، ما يفتحش المصحف غير من رمضان لرمضان، ويمكن ما يفتحوش اصلا في رمضان؟ وده بسبب التربيه الخاطئه اللي احنا تربينا عليها، ان كتير من الشباب اتربى ان احفظ القران، يلا روح لايه الكتاب، ماشي وهو صغير مفيش مشكله الشخص الصغير يحفظ، لكن لما يبتدي يكبر ويبتدي يبقى شاب والده يقول له تعال احفظ القران او تعال، فيروح لشيخ، الشيخ برده ماشي باسلوب خاطئ، ايه ان ده شاب اصبح ده شاب، ويبتدي الشيخ يمشي معاه باسلوب الاطفال الصغير، ايه احفظ فقط، يحفظ الربع ويسمعه، الربع ويسمعه، فبالتالي مش هيتلذذ بالقران ولا هيحس بمتعه ولا هيحس بتغيير فهيتركه. لذلك الامام ابن جرير الطبري، ابن جرير كان بيقول عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كيف يتلذذ به، عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كيف يتلذذ به. واحد بيقرأ الآيات زي ما بيقرأ الجرنون، فبالتالي مش هيتلذذ، فبالتالي يبتدي يتركه، ربما يعطل يمكن لو في خبر مهم يعطله اهتمام ويتدبر اكتر، يبتدي لما يسمع أغنية بقى هو فاهم معناها وكذا يبتدي يتلذذ بيها وكذا، فيبتدي ينجرف ناحية الأغاني وكذا. والسبب برضو اللي ابتعد عن الدين نفسه، يعني ابتدي الشاب نفسه أو مجموعة الشباب لما هو طول ما هو بعيد عن ربنا بيبقى الشيطان أقرب إليه، فبيبقى قريب لحزب الشيطان أقرب منه لحزب الرحمن، فبيبتدي يبتعد. ولا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طيب شيخ عبد الوهاب، يمكن زي ما شفنا يمكن الحلقة الماضية وشفنا الصور بفضل الله للأنشطة الدعوية، من بين الأنشطة الدعوية تحفيظ القرآن، ويمكن هناك بفضل الله مقرأة لتعلم القرآن، المقراءة هذه لقراءة القرآن فقط ولا لحفظ القرآن؟ وإيه النظام أنتم ماشيين عليه بفضل الله في حفظ القرآن؟ وإحنا في حفظ القرآن بنحفز الشباب، أو أنا ماشي معاهم، أنا مشيت معاهم بأسلوب كده في حفظ القرآن، عملنا دورة بنظام جديد، هو ده اللي أنا عايز أكلم حضرتك فيه، إن هو علاج المشكلة دي وعلاج المشكلة اللي إحنا فيها، إن إحنا نبدأ نرجع للقرآن زي ما الصحابة والسلف الصالح قرأوه. يعني تاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عائشه بتوصف النبي عليه الصلاه والسلام لم تقل كان حافظا للقران، كان لا يسقط من القران حرفا، كانت تقول كان قرانا يمشي على الارض، كان قرانا يمشي على الارض، كان خلقه القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران ونجد ترجمه هذا الحفظ في حياته. تلاقي سيدنا عمر بن الخطاب، ما هو القران اللي احنا بنقراه ده هو اللي قراه سيدنا عمر بن الخطاب، هو اللي قراه سيدنا ابو بكر، هو اللي قرأه سيدنا عثمان بن عفان، هو اللي قرأ هؤلاء الأكابر. لكن إيه الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم إن يجي سيدنا عمر بن الخطاب يحفظ البقرة في 7 سنين،
وقيل أكثر من ذلك. ليه؟ كان لا يمر بآية حتى يحفظها ويتعبد لله تبارك وتعالى بها. لا يمر بآية حتى يحفظها ويتعبد لله تبارك وتعالى بها. فعشان كده صار سيدنا عمر، صار أفضل رجل في الإسلام بعد الأنبياء وبعد سيدنا أبو بكر لما عمل بذلك. تلاقي الصحابة تعاملهم مع القرآن غير خالص. تلاقي سيدنا عكرمة بن أبي جهل يمسك المصحف يقول كلام ربي كلام ربي، يفضل يحضنه ويبكي. تلاقي بعض الصحابة كان بيصلي فيضرب بسهم وهو بيقرأ سورة الايه، سورة الكهف، فما يخرج من الصلاة، ويضرب بسهم آخر ويضرب بسهم ثالث ولا يخرج من الصلاة. سهم ده زي رصاصة كده، الواحد لو ضرب رصاصة ممكن يرقد فيها يعني خلاص بالسلامة كده. لكن ده شخص ضرب ايه، سهم وسهم وسهم لم يخرج. فلما أيقظ صاحبه خشية أن ينكشف ظهر الجيش، فصاحبه قال له لم توقظني من أول سهم؟ فقال كنت في صورة أكره أن أقطعها. التلازز ده والمعايشة دي ومعايشة الصحابة للقرآن ده هو اللي خلى الصحابة يخرجوا الصحابة، هما دول اللي خرجوا هذا الجيل الذي فتح الله عز وجل عليه ومكن لهم. كذلك السلف الصالح، تلاقي سيدنا الحسن البصري بيقول هذا القرآن حفظه صبياننا ونساؤنا ورجال منا، يقول أحدهم إني أحفظ القرآن لا أسقط منه حرفا، ووالله قد أسقطه كله. ليه؟ لأنه هو بيقول أنا أحفظ القرآن لا أسقط منه حرفا، فاكر أن القرآن المسألة فيها إيه؟ صح. إن أنا بردد الحروف، ولكن المقصود أن تعمل به. ولذلك إيه لم يحصل التمكين، وده في حد سيدنا حسن البصري، ما بالك بعدين احنا دلوقت، واخد بالك؟ فلذلك احنا اتبعنا المبدأ ده. احنا انا بدأت معاهم دورة جديدة، قلت لهم دي دورة تحفيظ القرآن. دورة تحفيظ القرآن دي مش الهدف ان انت تختم بسرعة، مش الهدف ان انت تخلص السورة بسرعة، ده احنا الدورة دي إيه؟ مستمرة في كل الايام، الدورة دي مستمرة بس هي احنا يعني قبل الامتحانات كده وقفناها، وخصوصا احنا معانا ناس في الثالثه ثانوي وشهادات والكلام ده، لكن هنيجي في الاجازه ان شاء الله نكملها. لكن هي مستمره وقت الدراسه برضو. الفكره دي الدوره دي قلنا فكرتها كالاتي، احنا نبتدي نرجع نحفظ قران زي ما الصحابه كانوا بيحفظوها. هنبتدي نمسك السوره الاول نقراها، وبعدين نعيش المعاني الايمانيه اللي فيها، ونبتدي نقف مع بعض احنا انا اسالهم بقى انت عشت الايه دي، ايه المعنى اللي انت عشته بيه، ايه اللي انت استفدت بيه. بعد كده نقرا تفسيرها، وبعد كده نطالبهم ان هم يصلوا بيها قيام الليل 5 مرات يوميا. ليه؟ عشان يفضل او اكتر يعني، المهم ان هو عشان يفضل ايه 5 مرات يقراها ويصلي بها في قيام الليل مره. ليه؟ عشان يفضل يكرر المعاني على قلبه ويقرا التفسير بتاعها. فلما اهي دي محاوله انه لما يقرا كده ويفهم المعاني يبتدي يعيش القران، تبتدي تحل مشكله، يبتدي يحب القران، يبتدي مهما حصل ما يسيبوش لانه حبه، تلذذ به. يعني الورد اليومي دايما بتخلوه مع التفسير، التفسير معاني كلمات القران، الورد بتاعه اللي هو يقراه يقرا براحته. وحتى الورد لما نيجي نقول ورد قرآن بنقول ان قراءه القران الكثيره اللي تقرا جزء وانت مش متدبر فيها، لا والله اقرا ربع بتدبر افضل ما تقرا جزء بغير تدبر. عشان كده تلاقي كثير من السلف كانوا يقولون قراءه ايه بتدبر خير من ختمه بغير تدبر. هم ده فهم السلف. احنا مشكله بقى للاسف جينا يعني المتاخرين مننا، ابتدى بقى بعد في القرون المتاخره ابتدى كل اهتمامنا يقول لك ايه اختم اختم. طب ماذا فعلت بعد ما ختمت؟ انا بعد ما ختمت ايه اللي انا استفدته؟ ده سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول رب قارئ للقران والقران يلعنه. رب قارئ للقران، هو بيقرا ايات فيها لعن ليه، لان هو بيخالف هذا القران، ومع ذلك ايه ما زال بيحفظ وما زال بيختم. فاحنا عملنا الفكره دي ان احنا تعالى بقى نبدا مع بعض يا شباب نترجم الورد اليومي. بيكون قد ايه الورد اليومي؟ انا بقول له ان شاء الله تقرا ربع بس يكون بتدبر. يعني ايه بتدبر؟ يعني ما خلصش ربع لما تبكي مثلا، غير لما تعيش مع، غير لما تحس بتغيير. وبعدين برضو بناء على الحلقه اللي فاتت برضو كان في واجب في استماع في سلسله للشيخ حازم شومان، اظن السلسله دي مش موجود زيها كتير يعني في الشرائط في العالم الاسلامي كله. الشيخ حازم شومان عمل سلسله اسمها الطريق الى القران. السلسله دي 30 حلقه كانت في المسجد، كل حلقه ساعه ونص، بيتكلم في كل حلقه بيفسر جزء كامل من القران. يعني الجزء الاول في سوره البقره يخلصه في ايه؟ في في في, في شريط. ليه بيعمل ايه؟ بيطلع اهم المعاني الايمانيه واهم المعاني التربويه اللي المفروض تستفيد منها من كل جزء. فده هو ده المطلوب. ساعتها بقى الشاب لما يحفظ القران بالاسلوب ده يحب القران، يحس انه اتغير، الايمان في قلبه يزيد، يقترب من حزب الرحمن، يبتعد عن حزب الشيطان، يبتدي يحب خلاص. ساعتها بقى تلاقي ايه؟ هو من نفسه بقى بدل ما كان بيقرا ربع، لا ده انا هقرا نص جزء، ده انا هقرا جزء، ده انا في قيام الليل مش هعدي غير لما اخلص 1000 ايه، وهكذا بفضل الله. طيب بفضل الله يعني لقيت نتيجه، يعني انت بدات مثلا مع الشباب، في فعلا شباب بفضل الله ختموا؟ واحنا لسه بادئين الفكره ديت. انا يعني انا زمان كنت سايبهم ايه كل واحد يحفظ مع الشيخ بتاعه عادي، ولكن لما لقيت المشكله دي ابتدت تتكرر ان انا لقيت الشباب بحفظ مع الشيخ. بتحفظ ازاي يا ابني مع الشيخ؟ بحفظ مع الشيخ ان هو ربعه بسمع وكذا. حسيت دي مش ده النبي عليه الصلاه والسلام امر بيه، مش ده اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى. ربنا ما قالش افلا يحفظون القران. الحفظ مهم، والحفظ وسيله من وسائل التدبر،
واللي حافظ هذا له اجر وفضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، واقرا وارتقي كما كنت ترتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. كل الكلام هذا جميل، ولكن المقصود الاهم من القران ايه؟ التدبر. قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران. فلما لقيت المساله كده وان كل شاب بقى ايه بيحفظ بس وما بيستفدش، عشان انا شايفه فيه، شايف ان هو بيروح للشيخ وجاي من الشيخ وجاي بحفظ وبراجع وقربت اختم وما فيش تغيير، ودي حاجه وحشه، لان هو بتربي على شويه يحس ان ايه انا خاتم. اسف كتير من الان من الدور ان من دور التحفيظ، سواء بالظبط بيعملوا كده يضوع التحفيظ فقط لا غير، اما التدبر لا، ولا تفسير حتى معاني لكلمات القران. ويطلع الطفل او الشاب او الشاب الصغير ختم القران ويقول لك ختمت القران في شهرين، او بعدين ايه اين الاستفاد، ويرجع بعد كده ينتكس. ده بعض الناس اللي ربنا عافينا في بعض الكليات او في جامعه الازهر وغيره او في الثانويه الازهريه، اللي يحفظ قران ويبتدي يغش في امتحان القران. هي دي المشكله، ان هو الحفظ الايه المجرد عن العمل، المجرد عن الفهم، المجرد عن التدبر. فهي كانت الفكره، الفكره دي بفضل الله يعني عجبت شباب كتير معانا، وابتدى ان هو يقرا في التفسير، وبعدين ارتقينا. كنا قرانا الاول، بدانا في التفسير السعدي، وحسينا ان احنا محتاجين نتعايش اكتر، فبدانا في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي، او صحيح تفسير ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي. وما شاء الله يعني ان شاء الله في الاجازه كمان هنبتدي نكمل ونمشي في الطريق ده. انا ناوي ما نخلصش القران غير كده، نختم كلنا مع بعض القران مع الشباب بالاسلوب ده، اللي نحفظ نتدبر نعيش تصلي بيها تبتدي تتغير. رائع رائع ما شاء الله قدر الله. يمكن ايه سر اختيار مثلا الكتب دي، سواء كان تفسير الكريم الرحمن للمستعدي وكذلك لصحيح التفسير ابن كثير للشيخ مصطفى؟ هو الفكره بس ان احنا عايزين كتاب يكون صحيح بعيد عن ويكون مختصر، لان طبعا الربانيه يصل لاذهان الشباب. ان احنا نبدا يعني ايه بصغار العلم قبل الكبار. هو اللي الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خيرا في صحيح تفسير ابن كثير، هو شال الاسرائيليات وشال الضعيف وشال المكرر وشال كذا، فبالتالي تلاقي الصوره اصلا صغيره يعني كام صفحه، ومع ذلك هو مستوحي ده من كتاب عظيم، كتاب تفسير ابن كثير. فهي ده كان سبب الاختيار. كتاب تفسير السعدي للعلامه السعدي الشيخ ابن العثيمين، كتاب برده جميل وبسيط واسلوبه سهل. فاحنا كنا قلنا ان احنا عايزين نختار تفسير اسلوبه سهل وفي نفس الوقت يوصل للشباب، وانا برضو معاهم يعني. انا ببتدي، انا ممكن اقرا من تفسير تاني، ممكن ابتدي اقرا من تفسير القاسمي ولا الالوسي ولا غيره، وابتدي انا اقول له المعاني الايمانيه اللي مش موجوده، وابتدي اقول له اسمع للشيخ حازم شمان وعيش المعاني دي ويسمع تفسير. يعني احنا ده المذاكره، او يقرا ويذاكر ويمتحن. انا يعني في امتحانات بقى ان هو بعد ما يخلص يجي كل مره الصوره، اظن محمد امتحن يعني، هو يجي ايه يخش يلا ابتدي امتحن، يعني ما معنى هذه الايه، ايه المعنى الايمان انت يمكن كنت هتكلم عليه انت بفضل يعني، حتى يعيشوا المعنى وكمان يحفظوا المعنى، يعيشوا المعنى ويحفظوا المعنى ويصلوا بالايات ديت. وهو نفسه اقول له انت اتغيرت ولا لا؟ طب لو ما اتغيرتش الصوره دي مش مهم، طب الصوره اللي بعدها، طب الصوره اللي بعدها، لا لو ما اتغيرتش يبقى في مشكله، يبتدي راجع نفسك. ويحصل بقى امتحانات وكده، يبقى منها ان هو برضه طلب علم التفسير، يبقى بدا بايه بعلم التفسير وطلبه، ومنها ان هو فهم المعنى المقصود من القران، المقصود من انزال القران، التدبر والتغيير. صحيح صحيح، احسنت والله فعلا. يعني يمكن الشيخ عبد الوهاب محمد اللي بيعمله مع الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن ما يفعلوش الان غير قله قليله، اللي هو من يحرص على تدبر القران وعلى العيش مع معاني كلمات القران الكريم. احنا فعلا محتاجين النهارده ان نعيش مع القران، مش مجرد فقط صحيح نحفظ القران. نعم. طيب ما في كتير من الشباب مثلا اكيد بتقابلهم عقبات كتيره، يقول لك مثلا ورايا دراسه، ورايا دراسه في الكليه، مش عارف ورايا دراسه في الثانويه، ما لازم مثلا اقعد اجازه مثلا فتره الدراسه دي ما احفظش القران وارجع تاني احفظ في الاجازه. ما هو احنا بنقول لا ما ينفعش تنقطع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وده انا بقول لهم للشباب، ان كان عمله ديما وكان اذا عمل عملا اثبته. وده من علامات علو الهمه، ان انت لما تبدا في حاجه، احنا بعد ما توكلنا على الله عز وجل، لما انت عرفت ان هي حاجه كويسه وادي في اخواتك بيساعدوك، ده برضه فضل صحبه الخير وفضل صحبه المسجد، فبالتالي ما تنقطعش. ممكن تقلل، يعني ما هو ده اللي احنا بنقوله عليه، انت مثلا جت الدراسه قلل شويه، جه وقت الامتحانات شهر ولا شهرين، ممكن في الشهر بتاع الامتحان بالظبط ممكن يسير تتوقف، لكن بعد كده تبتدي ترجع تاني، لو كل اسبوع ربع، كل اسبوع صحيح. ربع، هو الفكره ان هو ممكن يكون بيبدا بيروح ايه مكتر على نفسه. يبدا باربع ارباع وثلاث ارباع، فيبتدي لما يبتدي يحصل ظروف او يحصل هو عايز يخرج او كده يقع. عشان كده لا، احنا ابدا بالربع، ابدا بالربع مثلا واحد في الاسبوع، ان شاء الله تبدا بصفحه في الاسبوع وتراجعها وتفهمها وتتدبرها، وبعد كده الاسبوع اللي بعده شويه وتقعد ترتقي، ساعتها مش هتقف خالص باذن الله. يمكن في جمله دايما بنسمعها والله من كتير من الاباء والامهات للاسف، وجمله بتؤلم فعلا ويكاد الواحد لما بيسمعها يبكي دما بدل الدمع. الاب والام يلاقوا يقول للولد لا لما تحفظش القران في الدراسه ده القران هيعطلك عن المذاكره. الجمله دي يمكن بنسمعها كتير في كتير من المنازل وكتير من الاسر. تحب توجه رساله للاباء والامهات بيقولوا الجمله دي، او اباء وامهات في كل بيت من بيوت المسلمين تقول لهم؟ ما هو ده اقول لهم ان ده من عدم معرفه ما هو القران. القران هو كلام الله تبارك وتعالى. فيستحيل ان شاب او طفل
او بنقول خلينا في الشباب يا سيدي، يستحيل ان شاب هيقرب لربنا سبحانه وتعالى ويبتدي يحفظ كلام ربنا تبارك وتعالى ويبتدي يتامل ويعيش ويلتزم وكذا وربنا سبحانه وتعالى هيضيعه. بالعكس، هم لو فاهمين يعني لازم يعرفوا بس يعني ايه كلام ربنا، يعني ايه القرب من الله، لازم نرجع تاني ونقول لهم ان سبيل السعاده وسبيل الراحه وسبيل وسبيل سعاده اولادهم. ما انتوا بتعملوا، انتوا اصلا عايز يدرس ليه؟ انتوا عايزه يدرس ويطلع مهندس ولا دكتور ولا الكلام ده؟ عشان عايزه يبقى صحيح، عايزه يبقى متفوق، عايزه يبقى معاه فلوس، عايزه يبقى مش كذا. طب ما هو كل الكلام ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. صحيح، يبقى هو كده يعني. شوف هما مثلا بيأمنوا مستقبل، يقولوا مثلا عشان يأمن مستقبله، يأمن مستقبل مثلا 30 60 سنه، بس ما بيأمنش مستقبله الابدي بقى ومستقبل السرمدي اللي هيقعد فيه. ومع ان ده مش تأمين مستقبل ولا حاجه، لان انت لو انت ربيت ابنك ان هو يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى انت ربيته عشان يبقى حزين، انت ربيته عشان يقدر عليه حياته، لانه لا يوجد احد يعيش بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى يعيش سعيد. أحسنت ربنا فيك. هنرجع لك مره اخرى، ولكن يعني يمكن واحنا نتكلم عن القران عاوزين نقول ان هذا القران يعني بفضل الله لا ريب فيه، لا نقد فيه، لا شك فيه. تعالوا نستمع الى تلك الايات من اخي الحبيب محمد حسن فني. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يمكن في نشيد ايضا انت محضر لنا حبنا غالي الشيخ محمد حسن عن الاقصى، ولكن قبل ما اسمع النشيد عاوزك بس تحدثني في يعني بايجاز شديد قصتك مع حفظ القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه كان والدي بدا معايا من سن 6 سنين او 7 سنين. هو قبل ما احفظ القران كان والدي حابب ان هو يحفظني القران وانا بعرف اقراه، مش الحفظ، مش حفظ تلقين. مش حفظ اللي هو ايه التلقين. فهو كان فبدات في كتاب صغير كده معلم القراءه. فبعد ما بدات في الكتاب بعد ما خلصت الكتاب بدات ان انا ايه احفظ القران مع شيخ عندنا في المدينه. وبدات احفظ من الصور الصغيره. وبعض الشباب بيغلطوا غلطه ان هم بيبداوا من سوره البقره، اللي هم الشباب اللي لسه صغيرين بيبداوا في سوره البقره، فدول معظمهم ما بيكملش لان بييأس من ان الصوره بتبقى كبيره عليه، فما بيعرفش يكمل وما بيعرفش يراجع وبينسى على طول. فلما يبدا من الصور الصغيره اللي بيعرف يقرا بيها في الصلوات يتدبرها ويعرف تفسيرها، هيعرف يصلي بيها ويتدبرها وهيكمل. ودي هتشجعه ان هو لما هيبدا يحفظ من الايات اليسيره هيخلص القران. يمكن يبقى انت كده رحت للشيخ عبد الوهاب وكنت بفضل الله حافظ القران يعني. كان خاتم اظن. كان خاتم ان شاء الله. طيب نختم الحلقة باب نشيد عن الأقصى. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رباه يا واهب الحياة، بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفس عليك يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة.
يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا ارفعوا القرآن هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك احسن الله اليك. انا عاوز اقول لكل شاب مهما كنت بتعاني من هموم وكروب اوعى تنسى المسجد الاقصى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحرر المسجد الاقصى وان يرزقنا صلاه فيه قبل الممات. انه نعم المولى ونعم النصير. نصيحه سريعه في ثواني معدوده توجه للمسلمين تتعلق بحفظ القران. يعني ابدا وما تيأسش وما تستصعبش المساله. مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه. ابدأ بالقراءة، ابدأ بحفظ ولو بصفحة ولو نص صفحة، ومع الوقت ومع التكرار ومع الزمن هتلاقي نفسك ختمت. ابدأ اقرأ في تفسير، اسمع المشايخ، اسمع الشيخ محمد حسان عمل تفسير هنا حتى على قناة الرحمة، تفسير جميل للقرآن. ابدأ اسمع تفسير ميسر، تفسير الشيخ حازم شومان ولا غيره. ابدأ قرب لربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي ربنا شرح صدرك للقرآن. ويمكن انا بضم ايضا صوتي لصوتك وبقول حتى يمكن مش في نص صفحه حتى ولو ايه واحده. لان يقرا الانسان ايه واحده طوال الليل ويكررها ويرددها ويتدبرها افضل له من انه يقرا ويحفظ جزء من القران فلا يتدبره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. لا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين حبيبي غالي الشيخ محمد حسن جزاكم الله خيرا وحبيبي غالي باشمهندس الشيخ عبد الوهاب محمد جزاكم الله عبد الوهاب ربنا يوفقك. شرفتونا ونورتونا في حلقتين يعني متتاليتين على شاشه قناه الرحمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم الاسلام والمسلمين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.